نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا السادس للإبكار ينطلق على بركة الله وتوفيقه مع هذه الأسماء الحاضرة ومع هذه الشعارات المتواجدة لأتابع هنا عالية لراشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي الحاضر على أول المراكز والمقدم لشعاري والمقدم لعالية بهذا الحضور. المركز الثاني يتابع في هذه اللحظات القدوم هنا مشاهدين الكرام من مذيار سهيل بن سعيد الخيالي. عم في هذه اللحظات يتقدم في هذه اللحظات أيضا هنا وتحضر بهذا الحضور في هذه اللحظات مشاهدين الكرام سمحة ماجد بن سيف بن طماش المنصوري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقة وحضور سمحة. بينما المركز الرابع بدأت في الحضور وبدأ هذا الشعار في الوصول لأتابع الذيب سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم لنا الذيب. بينما أتابع الحضور في هذه اللحظات من مغامره الحاضرة مع بشعار معبد بن محمد بن هلال المزروعي مع المركز الخامس. المركز السادس الظبي بشعار عبد الله بن سالم الثعلوب الدرعي في هذه اللحظات تأتينا بهذا الحضور، تأتينا بهذا القدوم. بينما أراقب في هذه اللحظات راهية عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرون العامري تحضر في هذه اللحظات. هذه اللي مشاهدينا الكرام الظبي القادمة بشعار عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي يقدم لنا شعاره. بينما أتابع أيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من دمعة عبيد بن سالم بن راشد بالأحبال الكتبية يقدم لنا شعاره ويحضر مع هذا الحضور الكبير، الحضور المميز في هذا الشوط ومع هذه الأسماء الكبيرة والحاضرة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. المركز الثاني أتابع خزر القادمة بالشعار سيف علي بن سالمين المزروعي يقدم لنا شعار. هكذا النداء لهذه الأسماء لهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة في صباح هذا اليوم. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط إلى أول المراكز إلى أول التحديات. تتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات الانطلاق مع عالية راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هذا الحضور، هذا التواجد، هذا الانطلاق مع هذا الشعار عالية في المكان العالي. بينما ايضا القادمة في هذه اللحظات الحاضرة متابعينا مشاهدينا الكرام بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور المميز الذيبة لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي هو القادم هو المقدم لهذا الشعار، المقدم لهذه الانطلاقة مع الذيبة الحاضرة هنا بهذا الشعار الكبير. بينما المركز الثالث القدوم والحضور في هذه الاثناء من هذا الشعار القادم لأتابع ابو ظبي الحاضرة في هذه اللحظات بشعار مبارك بن حمد بن دليلة باللويع العامري. اول نداء اول حضور لهذا الشعار. بينما القدوم وبينما الحضور من الواصلة علي بن محمد بن سالم
بن علي الراشدي يقدم شعاره مع المركز الثالث المركز الرابع. القدوم في هذه اللحظات، الحضور من سمحة، ماجد بن سيف بن طماش المنصوري، يتقدم المنصوري، يأتي المنصوري بهذا الحضور بهذا التقدم. بينما الظبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي قادما وحاضرا بهذا الحضور، انضمت ايضا مغامرة معضد بن محمد بن هلال المزروعي. يا سلام، كيلو ونصف الكيلو، ما يفصلنا عن الفوز، ما يفصلنا عن الناموس، ما يفصلنا عن الانتصار. اتابع القادمة، اتابع الحاضرة، من وهي القادمة؟ سعيد بن شطيط بن شلبوت الخيلي يقدم لنا، من ومن ومن هو هي القادمة، هي الحاضرة في هذه اللحظات. بينما اتابع الحضور، احضرت هنود الماء محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، قادم قادم ابو محمد في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره، ولكن تحركت مع البداية عالية راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي، يفتتح الكيلو متر الاخير مع عالية والاداء عالي والضغط عالي مع عالية ومع شعار عالية. بينما القادم، بينما الحاضر الظبي عبد الله بن سالم الثعلوب الدرعي والحضور مع المركز الثالث في هذه اللحظات، ايضا الظبي وايضا القادم بن سمحة هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والقادمة الله 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 الله، من غيرت هنا؟ الظبي، الظبي على البداية، الظبي على المقدمة، الظبي على الصدارة في هذه اللحظات مع المقدمة. الظبي وايضا ايضا في هذه اللحظات احترام محمد بن حميد، محمد بن حمد بن حميد الدرعي، ولكن الظبي، الظبي الظبي مع البداية، الظبي مع الانطلاق في آخر الأمتار، في آخر الأمتار. سمحة يا سمحة، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم لنا شعاره، وأيضا الظبي، الظبي وسمحة، سمحة والظبي، آخر الأمتار، آخر الأمتار. سمحة، سمحة غيرت مع البداية، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، سلام سلام على هذا الفوز، سلام السوان، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني احضرت الظبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرع، المركز الثالث كان الحضور والتواجد من الظبي زايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع. الشبح لبخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، والمركز الخامس مشاهدينا الكرام احترام لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذن تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع سمحة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، قدم لنا شعارة توقيته ولحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني ولحظات وصول سمحة بشعار هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، قدمت أداء كبير وأنهت في هذا الشوط 9 دقائق 14 ثانية وأربعة أجزاء من الثاني. التوقيت الأفضل مع شعار بن هزيم في هذا الصباح المركز الثاني. كانت الظبي الحاضرة مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرع 9 دقائق 15 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. المركز الثالث تسع دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. كانت مشاهدينا الكرام الظبي لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.